بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طلابنا الصف العاشر بنرجع بنرحب فيكم من خلال منصة التعلم عن بعد، واحنا ان شاء الله اليوم رايحين نكمل في موضوع اللي هو خصائص متوازي الأضلاع بالإضافة لموضوع المثلثات. فاحنا اليوم راح نحكي عن خصائص المثلث، فبالتالي اليوم راح نحكي مراجعة لكل شيء من خلال حل ورقة العمل. فهاي ورقة العمل اللي كانت معنا، تمام، خلينا نعمل لها شير. اوكي، ونبلش معك يا رائد، كون المايك معك. هاي ستوب. احنا اول سؤال هذا حلينا صح؟ حط هذا حلنا باللايف الماضي، بالاضافه لهذا السؤال كمان حليناه باللايف الماضي صح؟ اوكي. راح ننتقل معناته لسؤال هذا ثلاث. كمان سؤال ثلاث ما حلينا صح؟ ايه سؤال ثلاث، نبلش في سؤال ثلاث. اوكي طيب، نبلش في سؤال ثلاث. تفضل يا رائد اقرأ. ثلاث، جد قيمة صاد إذا كان ألف باء يعامل جيم دال. قيمة صاد إذا كان ألف باء يعامد مين؟ جيم دال، تمام؟ أوكي، الألف كم قيمتها؟ اثنين أربعة. والباء؟ سالب اثنين، سالب واحد اثنين، سالب واحد اثنين. أوكي، والجيم؟ والجيم سالب واحد صاد. سالب واحد صاد، والدال؟ صاد ناقص اثنين أربعة. تمام، نعمل ستوب الآن ونرجع معك يا رائد. أي السؤال مكتوب أمامك واضح أستاذ بس أوكي تفضل يا رائد. أستاذ بس دايمس حكى لي إنه هو مش قادر يفوت عشان إنه هل هي واز كيكت فروم ذا، إنه هو انشال من الميتنج قبل. هو انشال من الميتنج قبل لأنه داخل باسم، فحكيت له عدل اسمك، ما عدله، عرفت كيف؟ فبالتالي عملته خروج، عرفت؟ مشان هيك. طيب نيجي الآن، هلا أنا عندي ألف با يعامد با جيم، شو المقصود في هذا الحكي يا رائد؟ إنه يعني ميل ألف با ألف با ضرب ميل جيم دال يساوي كم؟ سالب واحد صح؟ سالب واحد. طيب هلا بنجهز كسور مشان نحسب الميل عليهم، تمام؟ يلا شوف لي هون، ميل ألف با هاي النقطة. بنبلش ببا، بنبلش في با. يلا أوكي، اثنين وسالب واحد تحت، بدك تبلش في با صح؟ هاي اللي هي اثنين فوق وسالب واحد تحت، ناقص تحت. ناقص يلا أربعة وسالب اثنين تحت، بدك تأخذ هسا النقطة ألف اللي هي أربعة فوق صح؟ واثنين تحت، والاثنين تحت. ممتاز، هاي بالنسبة للأولى ما فيش مشكلة فيها. طيب هلا ننتقل للشيء الثاني. يلا جيم دال اللي هو تاع جيم دال، بدنا نبلش في أي نقطة؟ دال اللي هي أربعة وصاد ناقص اثنين تحت. تمام، اللي هي راح تصير عندنا في دال أربعة وصاد ناقص اثنين تحت، تمام؟ تمام أوكي كمل. وبعدين عندنا جيم صاد فوق وسالب واحد تحت، ناقص صاد فوق وسالب واحد وين؟ تحت، تمام؟ أوكي رائد؟ تمام. طيب تمام، نبلش نحسب، اثنين ناقص أربعة كم؟ اثنين أو سالب اثنين. سالب اثنين، على سالب واحد وسالب اثنين؟ سالب ثلاث ضرب، يا أربعة ناقص صاد، هاي أربعة ناقص صاد، لحد ناقص في صاد. لا هلا عندي صاد ناقص اثنين ناقص واحد، فبتصير صاد ناقص كم يعني؟ ثلاث. ثلاث، هذا الحكي يساوي كم؟ سالب واحد. طيب هلا السالب مع السالب بتروح، هذا القوس كله وهذا القوس بده ينضرب هذا في اثنين وهذا بده ينضرب في كم؟ في ثلاث صح؟ في ثلاث. يلا اضرب الاثنين في هذا الحكي، شو راح يصير عندك؟ ستة قصدي ثمانية ناقص اثنين صاد، تدخل هون وهون، فراح تصير عندي ثمانية ناقص اثنين صاد، تمام، على ثلاثة صاد ناقص تسعة. ثلاثة صاد ناقص تسعة، هذا الحكي يساوي كم؟ سالب واحد. حصل ضرب تبادل، هاي باعتبار على كم؟ على واحد صح؟ على واحد. انتبه انه لما يكون عندي مقدار في البسط اكثر من حد فلازم احط اقواس، تمام، حتى ما يصير عندي خربط، فكل شيء بحط عليه قوس، بستخدم الضرب ايش؟ التبادل. اوكي شو راح يصير عندي؟ يلا 8 ناقص 2 صاد في 1 بتطلع زي ما هي، 8 ناقص 2 صاد تساوي، يلا تساوي سالب 3 صاد زائد 9
سالب 3 ص زائد كم؟ زائد 9. صح. لحد هون في مشكلة؟ لا. طيب متأكد أنت من الأرقام يا رائد؟ طيب كمل معي. شغلات. كمل معي يلا. طيب هسا بننقل واحدة من الصادات الأقل، بنخلص عشان نخلص من السالب، نقول السالب 3 ص والسالب 2 ص. وننقل الثمانية هون، فراح تصير عندك ص تساوي كم؟ 9 ناقص كم؟ 8 صح؟ 8 ص تساوي كم؟ 1 اوكي؟ تمام. طيب الآن ننتقل لشيء غيره اللي هو سؤال 4، نشوف سؤال 3 انتهينا منه، سؤال 4 يلا. غير رائد مين يشارك معنا؟ ابراهيم؟ غير رائد؟ ابراهيم معنا؟ ارفع ايدك يا ابراهيم او عزام، يلا يا عزام رافع ايدك، تفضل يا عزام. اوكي. الف ب ج مثلث متساوي الساقين. اها. في الف ب يساوي الف ج. تمام. فخلينا نرسم عند العمود نرسم رسم الان. نرسم رسمه مثلث متساوي الساقين اسمه ايش؟ معي عزام؟ استاذ معك. اسمه الف ب ج متساوي الساقين، فيه الف ب يساوي الف ج، يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع. كمل. انزل عمود من الف على القاعده ب ج. اوكي، انزل عمود على القاعده ب ج، هاي النقطه د. تمام. كمل. عند النقطه د حيصطود الف د. اها استاذ، في ايش هاي؟ بليز موف ذس ويندو، سي تبعدها. طيب ماشي اوكي. انا مش هيك. اوكي يلا كمل. يساوي 6 سنتيمتر. الف دال يساوي 6 سنتيمتر. تمام. والنقطه ها منتصف الف باء حيث ها. هاي خلينا احددها على الرسمه، هاي النقطه هون ها منتصف الف دال. اوكي كم؟ حيث هذا تساوي 5 سنتيمتر. اوكي تمام. ده الطول باجي، هذا الطول اللي بده اياه مجهول. طيب نعمل ستوب ونرجع هون لموضوعنا. طالما هاي رسمه السؤال، للي ما شافها برجع برسمها من اول وجديد. كان السؤال بيحكي باختصار، انا في عندي مثلث متساوي الساقين اسمه الف ب ج. تمام. هلا هذا المثلث اللي موجود عندي حكى لي انه الضلع ألف ب يساوي الضلع مين؟ ألف ج، إنه متساوي الساقين، وأعطاني معلومة إنه في عمود مقام من ألف على ب د، عمود يعني زاوية 90 بيعطي، عند النقطة د حكى لي هذا قياسه كم؟ 6. مزبوط يا عزام؟ صحيح أستاذ. وبعدين حكى لي عندك النقطة ه تيجي في المنتصف، هون النقطة ه في المنتصف، أوكي؟ الآن طول القطعة ه د كم؟ 5 سم. 5 سنتي. الآن طالب مني هو السؤال بيحكي لك اوجد لي طول مين؟ هذا الضلع اللي هو باجي. تمام؟ اوكي لحد هون؟ تمام. تفضل يا عزام. هلا انا عندي هون 5 هاي القطعه صح؟ اول شيء نطلع طول الف جيم حسب القانون تبع المثلث يساوي الساقين. ايوه. اللي هو ان القطعه الواصله بين منتصف المثلث يساوي الساقين. لا لا لحظه شوي، انت عندك طول القطعه هاء دال هاي اللي واصله بين القائمه ومنتصف الوتر تساوي نص الوتر صح؟ صحيح. معناته هاي كم بدها تكون؟ 10. 5 وهي 5، يعني هذا الطول كامل كم؟ 10. 10. طيب فانا صرت اتعامل مع مثلث هيو الف ب د، هذا الطول 6 وهذا الطول 10، بضل عندي هذا الطول صح؟ كيف بطلعه؟ باستخدام نظريه مين؟ فيثاغورس. فيثاغورس شو بحكي لك؟ 10 تربيع تساوي الضلع الاول 6 تربيع زائد الضلع الثاني بدل تربيع. 10 تربيع كم؟ 100 تساوي 36 تساوي 64. ليش 64؟ باجي تربيع. اوكي فمعناته لما اطرح 36 اطرح 36 راح يطلع عندي 64 تساوي بدل تربيع.
صح؟ yeah. لما اخذ الجذر شو راح يصير عندي؟ ب د يساوي كم؟ 8. 8 اوكي. فاذا هذا الطول كم طلعته انا؟ 8 اللي هو هاي القطع صح؟ مزبوط؟ صحيح. بس ب ج شو راح تكون يا ب ج؟ 8 ضرب 2 ضرب 8 وتساوي كم؟ 16 اوكي. شكرا لك يا عزة. خليني اشوف احمد عيان. تفضل يا احمد. استاذ ما فهمتش كيف طلعنا ال شو اسمه مستقيم الف هاء. الف هاء اوكي طلع استاذ. شوف هذا المثلث القائم الزاويه شايفه؟ هذا المثلث كامل هاي طلع بدي الون لك اياه كامل. شايفه هو... هذا المثلث القائم شايفه؟ شايفه. هلا هاي القطعة مش وصلت بين الزاوية القائمة رأس القائمة ومنتصف الوتر صح؟ طب مش هاي القطعة نفس طول هاي ونفس طول هاي؟ ايش؟ هاي القطعة اللي هي هاء دال مش نفس طول باء هاء ونفس طول هاء ألف؟ صح صح تمام مزبوط؟ يعني طلع تمام. معاي باختصار مشان تتذكرها هيك كانت عندي اوكي وهيك. هلا هذا الطول إذا كان سين هاي راح تكون سين وهاي راح تكون كم؟ سين سين تمام؟ تحت بند انه هاي نقطة المنتصف اوكي؟ المثلث طبعا ايش قائم الزاوية اوكي. لحد هون في استفسار شباب؟ لحد هون في استفسار؟ حدا رافع ايده؟ ما فيش حدا رافع ايده معناته الامور تمام. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي هو عندي طبعا في حدا رافع ايده. مين رافع ايده عندنا؟ احمد عيان ما عندك سؤال صح؟ تفضل يا محمد. محمد رفعت ايدي بدك تجاوب؟ ايوه اوكي يلا هي سؤال رقم 5 واضح امامك السؤال صح؟ يلا اقرا تمام. اقرا استاذ. الف ب ج د شبه منحرف اوكي. فيه الف د يوازي ج ب. سؤال 5 تمام. هاي شبه منحرف اسمه الف ب ج د صح؟ الف د هذا الضلع يوازي هذا الضلع اوكي كمل. حيث معدل المستقيم ألف دال أيوة سين ناقص 9 تساوي ناقص سالب 2 صاد. سالب 2 صاد أوكي. ومعادلة المستقيم جيم باء نص سين تساوي سالب صاد جد ارتفاعه. ممتاز. هلا راح أعمل استوب للشير ونرجع للي رسمناه. طلع أستاذ هذا السؤال اللي كنا نحكي عنه قبل شوي صح؟ تمام؟ تمام. هلا هو بده الارتفاع. الارتفاع هو عبارة عن ايش؟ عمود منزل بحيث يعطي زاوية قياسها كم؟ 90 درجة مزبوط؟ تمام. طيب هلا هذا العمود هو عبارة عن المسافة بين المستقيم هذا والمستقيم هذا صح؟ صحيح. فاحنا بدنا نحسب مسافة بين ايش؟ مستقيمين صح؟ مين المستقيم الأول؟ أعطيني إياه من هو؟ اللي هو سين ناقص 9 أوكي تساوي سالب 2 صاد. المستقيم الأول اللي هو سين ناقص صاد 9 تساوي سالب 2 صاد مزبوط؟ مزبوط. طيب المستقيم الثاني من هو؟ نص سين تساوي سالب صاد اللي هو مستقيم جيم باء اللي هو نص سين تساوي سالب صاد تمام لحد هون؟ تمام. هلا احنا ما اخذنا درس بحكي لك تحسب المسافه بين مستقيم ومستقيم، اخذنا درس نحسب المسافه بين نقطه وايش؟ ومستقيم صح؟ مستقيم. فانا بهمني النقطه هاي اللي هون مثلا، فمن هاي المعادله شو بدي اخذ؟ نقطه تمام؟ وهاي شو بدي اخذ؟ معادله حتى اطبق معادلة. المسافه بين نقطه ومستقيم تمام؟ خلينا نشوف بس خليك معي اشوف مين رافع ايده كمان بدي اسال. عبد الله شجراوي تفضل يا شجراوي. استاذ بس الشاشه مغبشه شوي. طيب هلا بحاول اوضح. ماشي يا عبد الله. طيب يلا محمد معاي؟ معك. اوكي راح نكتب في قلم ثاني حتى الشاشه ما تضل مغبشه. يلا هلا هون عندي بدي اخذ نقطه صح؟ ف
فمين أسهل لأفرض قيمة لسين ولا لصاد؟ لسين. لا لسين بتغلبك رح تطلع معك الصاد كسر، فالأسهل أحكي صاد تساوي كم؟ صفر. تمام؟ صفر. عوض الصفر هون شو رح يصير عندك؟ بس مش لازم الصاد. لا لا خلاص هذا ولا شيء. سين سين ناقص 9 تساوي سالب 2 ضرب 0 صح؟ علق. بمعنى سين ناقص 9 تساوي كم؟ 0. بمعنى سين تساوي كم؟ 9 مزبوط. والصاد كم انا فرضت قيمتها؟ 0. فشو صارت عند النقطة؟ صارت عندنا 9 صفر 9.0. هاي بالنسبة للمعادلة الأولى، خلاص احتجت منها نقطة صح؟ هسا بدنا نيجي عمين على المعادلة الثانية، لازم أحطها على شكل موضع القانون، أو عفوا لازم أحطها على الصورة أنها تساوي صفر، مزبوط؟ تمام. فبدنا نقول هذا الحكي وين؟ هون صح؟ لا تصير نص سين زائد صاد زائد صاد تساوي كم؟ صفر. أنا عندي مشكلة النص بدي أخلص منه، فبضرب نضرب كل المعادلة باثنين. أوكي ضرب اثنين، فشو راح تصير عندي؟ راح تصير عندي سين زائد 2 صاد تساوي 2 تساوي 0. 2 في 0 0. هسه مش ضربنا كل المعادله باثنين؟ اوكي طب 2 حسب بعد تساوي 0. اه صح اي صح. طيب هلا راح نيجي نحكي عن البعد. طيب. البعد شو راح يساوي؟ مطلق. يلا مطلق مين اللي هي كان عندها ألف سين واحد. طلع كيف بدي اعوض النقطة هاي وبدي اشتغل على المعادلة هاي. اوكي هاي هم المضللين ماشي. يلا فانت بدك تعوض التسعة وصفر جوا هاي المعادلة، فشو راح تصير عندك؟ تسعة مكان السين زائد اثنين ضرب مين؟ صفر. صفر على جذر معامل السين واحد، شو تربيعه؟ واحد. زائد معامل الصاد شو هو؟ اثنين أربعة. أربعة. إذا صارت تساوي مطلق صفر في اثنين صفر، هذا بروح صح؟ بضل عندي مين؟ تسعة على جذر خمسة. جذر الخمسة. المطلق تبعها اللي هو تسعة على جذر مين؟ جذر الخمسة. تمام؟ فشو الفكرة اللي استفدناها من هون؟ إنه أنا بحسب بعد بين نقطة ومستقيم، إذا أعطيتني مستقيمين واحد بخلي معادلته والثاني بعوض جواته نقطة حتى أقول القانون. تمام؟ شكرا لك يا طيب. محمد. طيب تفضل يا شجراوي. استاذ سوري من قبل. طيب ماشي اوكي تمام. استاذ انا عندي سؤال بس ما فهمت. مين اللي عنده سؤال؟ مين اللي بيحكي؟ انا سميح. سميح اوكي فهمت. بالمستقيم الثاني انه ودينا الصاد للجهه الثانيه حطينا يساوي صفر، بس اللي ما فهمته انه لما فرضنا صاد تساوي صفر بالمستقيم الاول. اوكي هلا اطلع المستقيم الاول هذا كله شايفه؟ انت بلزمك المستقيم كامل؟ لا بلزمني بس نقطه منه عشان احسب البعد صح؟ تمام. تمام احنا اخذنا درس البعد بين نقطه وبين مستقيم مزبوط. اه فانا بلزمني نقطه، فهو ما اعطاني نقطه اعطاني معادل، فباجي بحكي له انا هاي المعادله بعوض اسهل قيمه عندي صفر مكان الصاد وبطلع قيمه السين، فمن هذا الخط كله طلعت معي النقطه مثلا 9 ومين؟ اه زي كأنه منعوض نقطة يعني. بالضبط. انت اصلا شو اسمه قانون ايش المسافة بين نقطة وايش؟ مستقيم صح؟ البعد بين نقطة ومستقيم. مستقيم. فبالتالي ما بيضبط معي بهاي الحالة. فهمت كيف؟ خلاص تمام صار فهمت. تمام تمام ماشي. خلينا نشوف هنا احنا. اوكي. تمام رائد رافع ايدك تفضل يا رائد. استاذ بس احنا ليش فرضنا صاد صفر؟ هلا استاذ احنا ليش فرضنا مره ثانيه؟ احنا مش هاي المعادله بس انا فاهم انه احنا بدنا نقطه ومستقيم، بس احنا فرضنا مثلا صاد واحد ولا عادي مش فرضنا صفر. اي رقم بدك اياه طلع سين ناقص 9 تساوي سالب 2 صاد شيء كانت تمام. هلا انا لما افرض صفر بضمن انه يطلع الصاد عدد ايش؟ صحيح تمام. هلا لو فرضت الصاد مثلا صاد تساوي واحد ما في مشكله عادي، بس شو بصير عندك؟ بصير عندك سين ناقص 9 تساوي كم؟ سالب 2. اوكي اجمع 9
يصير عندك السين تساوي كم؟ 7. أوكي؟ فعادي بتطبق على النقطة 7.1 واحسب عليها بيطلع نفس الجواب. بس احنا حبينا نستخدم الصفر مشان توفر علينا بالتعويضات. لما أجينا عوضنا هون شو طلع ناتج التعويض هاي المنطقة؟ فهمت كيف؟ بس يعني من باب انه اختصار في الحل ولا أي قيمة صحيحة. حتى لو بدك تستخدم مكان صاد نص ما حد بيقدر يحكي لك لا. فهمت؟ طيب شباب حدا عنده سؤال لحد هون؟ إذا حدا عنده سؤال يرفع إيده. طيب سؤال 9، مين حاب يشارك معنا بسؤال؟ سؤال 6 عفوا، غير عزام. إبراهيم المغربي وينه؟ إبراهيم المغربي ارفع إيدك أستاذ أو أديب. يلا هاي إبراهيم، أديب جهز حالك للسؤال بعدي. تفضل يا إبراهيم، يلا قرب لنا بس الصوت لأن الصوت بعيد. أنا قرب. يلا اقرأ السؤال. أصلا يا إبراهيم، إذا كان بعد النقطة، أيوة، إذا كان بعد النقطة سين خمسة عن المستقيم الذي معادلته 3 س + 4 ص - 3 = 0 يساوي 4 وحدات، قول لحظة شوي، 3 س + 4 ص - 3 = 0، البعد يساوي 4 وحدات. طيب خلاص تمام هيك. نعمل استوب للشير حتى نبلش نحل. هلا السؤال باختصار قاعد بحكي لك انا عندي البعد قيمته كم؟ 4. البعد كم قيمته ابراهيم؟ نعم 4 4 4. والنقطه مين هي؟ سين وخمسة، صح؟ والمعادله موجوده هون، فهو قاعد بحكي عن اي درس يا ابراهيم؟ البعد بين نقطه ومستقيم. حلو، فنكتب القانون. شو هو البعد؟ البعد يساوي مطلق ألف سين زائد باء صاد زائد جيم على جذر زائد باء تربيع. تمام لحد هون؟ أوكي نبلش نعبي الأرقام. هو معطيني البعد كم قيمته؟ بعد 4. فإذا جواب هاي 4، صح؟ تساوي مطلق. هلا بدي أعوض النقطة هاي جوا المعادلة. تمام معي يا إبراهيم؟ يلا فشو راح يصير عندي؟ ثلاثة سين بعدها سين، فبتظل 3 س، صح؟ زائد 4 ضرب 5 زائد سالب 3 ناقص 3 على ثلاثة تربيع جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع اللي هي راح تصير عندي 4 تساوي مطلق. يلا 3 س موجود زائد 4 × 5 = 3 على جذر 3 تربيع كم؟ 9 زائد كم؟ 16. تمام اوكي لحد هون. طيب الان خلينا نكمل. هلا شو راح يصير عندي يا ابراهيم؟ 4 تساوي مطلق 20 - 3 = 17، يعني بيصير 3 س زائد كم؟ 17 على جذر 25 هو 5. ممتاز. هلا هذا الحكي بدنا ناخذه على ورقه ثانيه لان الورقه خلصت. طلع معك. نرجع نكمل. وصلنا لانه 4 تساوي مطلق 3 س زائد 17 على كم؟ على 5، صح؟ المطلق بعطيني كم قيمة يا إبراهيم؟ موجب وسالب. بالضبط. فمعنى هذا الكلام على اليمين راح يكون موجب 4 وعلى اليسار شو راح يكون؟ سالب 4 تساوي الجزء الداخلي. مين هو؟ 3 س زائد 17 على 5. هون 3 س زائد 17 على مين؟ على 5. تمام لحد هون؟ اوكي؟ طيب نكمل. هلا شو راح يصير عندي؟ هون بدي استخدم الضرب التبادلي، صح؟ يلا اضرب معي ابراهيم. ابراهيم ارفع صوتك كثير واطي. صوتك كثير بعيد. ماشي. 20 ايوه تساوي 3 س + 17 تمام.
والمعادلة الثانية ناقص 17. أوكي يلا ناقص 17 ناقص 17 تمام. ثلاثة سين تساوي كم؟ ثلاثة. راح أقسم على مين؟ على ثلاثة. سين تساوي كم؟ واحد. هاي أول قيمة. هون راح أستخدم الضرب التبادلي صح؟ يلا شو بتصير عندي؟ تمام. سالب 20. سالب 20 يساوي؟ يساوي ثلاثة سين. أيوة. زائد 17. بدي أخلص من مين؟ 17. أيوة. 17. تمام. هاي مع هاي؟ بتروح. شو صار؟ عندك سالب 37. أيوة. تساوي 3 سين. الآن؟ على 3 على 3 سالب 37 على 3. فإذا سالب 37 على 3 تساوي قيمة سين. فهي قيم سين اللي طلبها السؤال. أوكي لحد هون؟ تمام؟ تمام. طيب ننتقل لشيء بعد. يلا. سكر. شكرا يا إبراهيم. طيب السؤال اللي بعده اللي هو رقم كم؟ رقم 10. اوكي خلينا نشوف هون. طيب نيجي على سؤال اللي هو رقم 7. مين حاب يشارك معنا شباب؟ ابراهيم انت رافع ايدك كان على السؤال القبل. احمد عيان ممكن تجاوب معنا؟ تفضل احمد. يلا استاذ. يلا استاذ تفضل. اقرا السؤال على مهلك مشان نترجم الرسمه صح ونقدر نحل. يلا. بس استاذ هو اي صفحه؟ هي السؤال موجود امامك السلايد. تحب اكبر لك اياها؟ بكبر لك اياها ما في مشكله. لا خلص. هي هيك واضح امامك هي النص. اوكي استاذي. تمام. مثل الف ب ج د شكل رباعي كما في الشكل المجاور. اوكي خلينا نرسم رسمه الشكل. تحملني بس ثواني. تمام. شكل رباعي. حاضر تمام. هاي شكل رباعي اسمه الف ب جيم دال. فيه ألف جيم 8 سنتيمتر. ألف جيم 8 سنتيمتر راح أرسمه بلون ثاني لأنه هذا يعتبر إيش بالشكل؟ قطر ولا ضلع يا أحمد؟ ألف جيم. ألف شو اسمه؟ قطر. قطر. وهذا طوله كم؟ 8 خلينا نحكي. أوكي ها. هاي تمام. يلا كم؟ با دال 10 سنتيمتر. با دال 10 سنتي. هاي هاد عندي كم؟ هاي 10. أوكي. كم؟ صاد عين نون. أيوة. فاض كل من الأضلاع ألف با با جيم جيم دال ألف دال. أوكي. هلا أنت عم قاعد بتحكي لي إنه إيش عندك مرة ثانية إنه سين وصاد وعين ونون أربع نقاط منتصفات أضلاع صح؟ آه صح. طلع كيف حكى لك الأضلاع ألف با بعدين با جيم بعدين جيم دال بعدين ألف دال على التوالي. شو؟ على الترتيب. على التوالي. يعني حرف السين بيجي مع اول ضلع. صاد مع ثاني ضلع. حرف السين مع الف باء. ايوه. صاد مع باء جيم. تمام. العين مع الف دال. اوكي تمام. فهون نرسمه الف باء جيم دال ونوصل دال. بين الاضلاع زي ما تفضلت حكيت انت اللي هو الف جيم تساوي 8 هذا الضلع طوله 8 والضلع الثاني اللي حكيت له عنه اللي هو مين؟ نشوف لنا قلم ثاني لون اخر. يلا الضلع اللي هو بادال حكيت عنه القطر اللي هو كم قياسه كان معطينا اياه بادال اللي هو 10. هلا سين نقطه منتصف بادال 10 سنتي. اوكي سين نقطه منتصف وبعدين صاد نقطه منتصف اخرى الف بعدين عين بعدين عين منتصف عين. تمام بعدين بعدين ممتاز. طيب راح نعمل ستوب ونيجي على الرسم المرسوم عندنا. تفضل يا احمد. هلا السؤال مش نكون على بينه. شو كان طالب السؤال؟ بدي تجد محيط الشكل مين؟ الشكل الداخلي هذا اللي هون. تمام اوكي الشكل الداخلي المربع. الشكل الداخلي ما بنقدر نحكي مربع لانه ما بنعرف شو وضع خصائصه بس بنقدر نحكي انه شكل رباعي فقط. تمام اوكي تمام. خلينا نشوف كيف. فاول حاجه بدي استفيد انا من معلومه قبل ما ارسم الشكل بدي ابدا في ضلع ضلع. هلا هذا الضلع استاذ شايفه اللي رسمته نون عين. هسا يعتبر واصل بين انصاف الاضلاع صح ولا لا؟ يعني طلع على المثلث هذا اللي هون احمد هذا المثلث صح. اللي شايفه صح. اوكي هلا هذا يعتبر ايش؟ واصل بين الضلعين منتصفين الضلعين. فاذا هذا الضلع شو راح يساوي بالنسبه للثمانيه؟ استاذ عندك الصوره معلقه فانا مش عارف ايه الضلع. مره ثانيه طلع احمد
هذا القياس كم حكينا؟ هذا الطول كم؟ استاذ لسه الصورة معلقة، أنا مش شايف لأنه هيك الصورة معلقة برضه؟ طيب هيك في حركة صار؟ لسه إيدك عند حرف، لا إيدك إيش عند حرف شين يعني. طيب خليني أشوف حدا ثاني معنا، يمكن ضعف نت عندك، خليني أشوف حدا ثاني وبرجع لك تمام؟ لا استاذ الإشارة عندك حمرة هيك مبين لي. لا أنا هاي الإشارة عندي ثواني أشوف خط النت، لا أمور تمام عندي الإشارة كويس. طيب هيك واضح الأمور أحمد؟ واضح إيش الرسم عندك ولا لا؟ شو؟ أو خلاص هيك تمام. يلا أوكي تفضل يا أحمد. هلا أنت بتحكي لي هون هذا الضلع طوله 8 صح؟ مظبوط؟ أحمد؟ مظبوط. أوكي تمام. طب هذا الضلع بما أنه وصل بين أنصاف الأضلاع مش راح يأخذ نص القيمة؟ صح؟ آه راح يأخذ. فإذا هذا طوله كم راح يكون؟ هي 4 هيكون يعني كل ضلع باخذ النص بالضبط. وهذا الضلع كمان أستاذ تمام اللي تحت مش مقابل للثمانية كمان باخذ 4 راح يكون كمان كم؟ 4 ممتاز. آه 4 بدنا نيجي على إيش؟ تكملة الشكل 4 اللي هو الضلع سين نون. السين نون هاي اللي شايفها نون سين سين نون أو نون سين ما بتفهم. 5 × 5 إذا هاي راح يكون 5 وهذا العين صاد كمان راح يكون الطول كم؟ 5 صح؟ 5 مظبوط. فإذا الشكل الرباعي عرفت طول أضلاعه ولا لا؟ عرفت طول أضلاعه ولا لا؟ عرفت. فإذا المحيط عرفت المحيط 18 محيطه راح يساوي مجموع إيش؟ أطول المحيط أطول أضلاعه الأضلاع ممتاز. فإذا شو راح يساوي؟ 18 يساوي اللي هو نفصلها 4 زائد 5 زائد 5 اللي راح تساوي كم؟ 18 تمام. شو الشيء اللي اعتمدنا عليه؟ تمام اعتمدنا 18 على قصة المثلث انه القطعة المستقيمة التي تصل بين انصاف قطرين لها علاقة مع الضلع الثالث اللي هي بتساوي نصه صح؟ اللي هو اول خاصية كانت معنا في اول درس في الوحدة تمام لحد هون؟ تمام. اوكي شباب حدا عنده اي سؤال تمام. لحد هون؟ تمام. شباب حدا عنده سؤال؟ عشان ننتقل للسؤال بعد اذا عندك سؤال ارفع ايدك استاذ أحمد. خلاص أمورك تمام شكرا لك يا أحمد. طيب نشوف السؤال اللي بعده نرجع على السلايدات ونيجي هون على السلايد اللي هو سؤال رقم 8. طيب مين حاب يشارك معنا؟ عزام يلا يا عزام هسه بعطيك المايك تفضل يا عزام. عزام عزام تفضل أنا أعطيتك المايك تفضل. ألف باء جيم دال شبه منحرف تمام يلا حيث أن النقطة ألف 5.1 تمام وباء 2.1 تمام وجيم 0.0 تمام ودال 8.0 8.0 ممتاز لحد الآن. شو طالب السؤال؟ جد إيش؟ بعد بين الضلعين المتوازيين فيه. ممتاز. طب احنا بنعرف وين الضلعين المتوازيين فيه؟ نعرف اي اضلاع ولا لسه؟ يعني نطلع الاميال لكل مستقيم بالضبط نطلع الاميال وبناء على اللي بيطلع ميلهم متساوي هم اللي بيكونوا متوازيين صح؟ تمام؟ يلا اشتغل معي يا عز متوازيين صحيح. اول حاجه بدي اطلع ميل مين؟ تمام 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 الف با وبدي اطلع ميل با جيم وبدي اطلع ميل الف با با جيم جيم دال وبدي اطلع ميل ايش عزام معي عزام استاذ يلا استاذ با الف با استاذ يلا كده طلع ميل الف تمام ميل الف با اوكي يلا فرق الصادات على فرق السينات اوكي استاذ الو يلا عزام استعجل لانه بدنا نبلش بالكويز بعد دقائق بسيطه يلا فرق الصادات على فرق السينات الف با اوكي يلا 2 ناقص ناقص سالب 1 2 ناقص ناقص عفوا سالب 1 ناقص سالب 1 اوكي سالب 1 ناقص سالب 1 و5 ناقص 2
5 ناقص 2 تمام، اللي هي راح تساوي سالب السالب شو بتصير؟ 2 ناقص 5 شو بتصير؟ موجب صح؟ موجب صحيح. سالب 1 زائد 1 كم؟ سالب 1 زائد 1 0 0 على 3 0 انتهينا. طيب هذا اول ميل. ايش راح يطلع جواب 0؟ اوكي الميل الثاني تفضل. تمام الباء جيم يلا ميل باء جيم 0 ميل باء جيم اوكي راح يصير عندك 0 0 الاحداثيات ناقص ناقص بدك تاخذ قيمه الصادات صح؟ سالب 1 سالب 1 2 2 اللي راح تساوي كم؟ سالب نص سالب نص ممتاز هاي سالب نص اوكي اللي بعده ميل جيم دال ميل جيم دال اللهم صل على سيدنا محمد اوكي تمام صفر اوكي بدي اريحك ناقص ناقص صفر ايوه على 8 اللي تساوي كم؟ صفر مضبوط اوكي هلا في شيء اوكي هلا بين معي مين بين معي مين الميل هم متساوي صح؟ صحيح مضبوط يعني صار عندي الف هم الف باء وجيم دال يوازي مين؟ جيم دال اوكي؟ جيم فهذول الضلعين انا بدي احسب المسافه بينهم فبلزمني لهذا الضلع اطلع معادله ولهذا الضلع بلزمني كمان اطلع ايش؟ معادله صح؟ نقطة اوكي؟ صحيح المعادلة هاي بسحب منهم في اي مكان اوكي؟ هذا الشيء راح نكمله ان شاء الله الحصة القادمة الان راح نتوقف لحد هون مشان ابعث لكم الكويز ماشي شباب؟ فالان اللي مطلوب منكم يعطيك العافية عزام خلينا اعمل هون ستوب استاذ بضبط على التليفون صحيح؟ اه بضبط ما في مشكلة بس خلينا اعمل ستوب هون يلا شباب الآن وصلكم على المحادثة في رابط شايفين الكل؟ شباب وصلكم الآن رابط تمام؟ معاي شباب؟ آه أستاذ أنا وصلنا الرابط وصلنا وصلنا المطلوب منك شباب الصوت يا ساتر شباب يا ساتر بدك تأخذ الرابط هذا أستاذ وتحطه على متصفح الإنترنت عندك تمام زي كأنه ماخذه كموقع أنت وتدخل عليه وتبلش تجاوب بالاختبار ماشي الاختبار مدته تقريبا ربع ساعة أستاذ على الساعة 2 بالضبط راح يوقف دير بالك ماشي شباب يلا بالتوفيق ماشي أستاذ إذا حدا عنده أي سؤال يتفضل يحكي ارفع إيدك إذا عندك سؤال بس ما تسأل عن الأسئلة لأني ما راح أجاوبك يعني في حال ما فتح معك استفسر انتبهوا شباب انه لازم تكتب لي اسمك كامل اوكي يعني ما تكتب لي بس من مقطع واحد اقلها مقطعين اسمك واسم عيلتك تمام وتحدد شعبتك وبعدين بتباشر في اجابه الاسئله وتأنى في الحل تفضل ابراهيم سؤال. نعم شكل من الأشكال مش مبين اثنين ولا ثلاثة أي سؤال
السؤال الثاني. السؤال الثاني تمام، هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، القطعة الأولى أستاذ 2 سين ناقص 1 والقطعة اللي تحت 3 سين، تمام؟ هاي خليني أرجع أسوي لك شير هون على الشاشة حتى تشوف. أنت عم تسألني عن هذا السؤال خلص صح؟ تمام. هاي 2 سين ناقص 1 وهاي 3 سين زائد 3، تمام إبراهيم؟ تمام. أوكي تمام. رعد كمان عندك سؤال، تفضل يا رعد. أستاذ كان نفس سؤال مغرب اللي هي كانت 2 سين ناقص 1 و 3 سين زائد هذا. خلاص ما في مشكلة، وضحتها والأمور تمام إن شاء الله. أيوة. شكرا يا رعد. باب المايكات راح تكون شغالة وانتبهوا. يعطيك العافية أستاذ محمد. الله يعافيك. هلا مين معنا؟ مس هبة عمر. أهلا أهلا مس. يعطيكم ألف عافية أستاذ محمد. لو نفتح مايكات الشباب أفضل. فتحتهم كل المايكات فتحين مس الآن. مفتوحين يا مس. كل مايكاتكم مفتوحة. كل المايك يكون فاتح عندك. هلا في ناس مبينين عندي لسه الستل. تمام. رعد افتح مايك. كرم دراوي افتح المايك من عندك. كرم ديارنا. محمد دهن. محمد نديم. الكل شغل المايك عندك. تمام لو سمحتوا خلوا المايكات. كرم وشجراوي افتحوا مايكاتكم لو سمحتوا. يعطيك الف عافيه استاذ. الله يعافيك مسنا. الله يكرمك. كرم افتح المايك من عندك استاذ. هاي المره الثانيه بنحكي معك بنفس الموضوع. شجراوي افتح المايك يا شجراوي. شباب اذا ما فتحت المايك علامة الكويس تاعتك بتلتغي، دير بالك. فافتح المايك من عندك. سكرته بعدين بس اجيت افتح وما رد. لا خلاص هلا هيك امورك تمام. ضل كرم عندنا. كرم حتى تتفعل علامة الكويس استاذ افتح المايك. يلا يا كرم. كرم. الو. استاذ. يلا بلش بالحل. أستاذ نعم. في عندك السؤال الثاني في دال 7.7 بعدين شحطة 4 7 للفوق بعدين 4 4 مقصود فيها كسر 7 على 4 7 على 4 انت بتحل. تمام لمت معنى وجه 7 على 4 ضايل معك استاذ لسه 9 دقائق تقريبا. Thank you.
شباب الأصوات انتبهوا للأصوات، المايك يظل شغال بس ما تطلع أصوات من عندك. بدي أسألك سؤال. نعم يا إبراهيم. هلا كيف نقدر نحدد الميل من المعادلة؟ تحدد الميل من المعادلة؟ في إبراهيم، إبراهيم فهمت سؤالك إبراهيم. أنت بتسألنا عن الآن كيف أحدد ميل من المعادلة صح؟ أستاذ لا تلفظ، لا تلفظ عبارات، بس أنا بسألك، أنت بتسألني عن إنه كيف أطلع الميل من المعادلة صح؟ هذا الإشي حكيناه وسوينا فيه خريطة أستاذ، ما بقدر أحكي معك الآن. بس بسألك سؤال. بس ما تحكي. أستاذ. إبراهيم حاول تتذكره بس لا تعلق. استاذ فورا العلامة حتبين عندك لا بتبين عندك مباشرة مش بعد ما بين عنا الحل غلط لا لا ما راح يبين عندك طبيعي أستاذ بس بتعرف إنه علامتك كم بالنسبة للحل أنا بناقشك فيه أستاذ تمام حتى ما يصير عملية تبادل إجابات يعني شباب المايكات سميح سميح كرم شوف ليش كاتب اسمي ما شايف عندك تحكي قاعد عبد الله ما تحكي ما تحكي استاذ يبين عندك بتحكي او بترن تليفون احد دير بالك ما تعمل اي صوت استاذ اخوي بيحكي قاعد بيلعب تمام ماشي اوكي حاول ما يكون عندك صوت استاذ استاذ بقدرش انا قاعد بالغرفه والكل قاعد معي طب حاول تشوف لك مكان ثاني استاذ شو تحضرنا انت من الروم يلا استاذ مريض انا والله مريض طيب استاذ حاول تنجز انا كيف يعني البعد بين النقطة 3.0 والمستقيم صاد ناقص 5.1؟ شوف السؤال واقرأ وفكر فيه أستاذ. إيه؟ اقرأ السؤال وفكر فيه شباب ممنوع الاستفسارات كل سؤال عندك اتذكر على أي درس بنحله ولخص المعطيات مشان تعرف تحل. أسألك خذنا استخلصنا. نعم إبراهيم. أستاذ سريع أي شهر هذا الخط؟ أستاذ خلص الاختبار بعدين نحكي في موضوع أي شهر أوكي؟ نعم يا إبراهيم
خلصت الامتحان اطلع من ال بامكانك تغادر. اللي بيخلص اختباره بامكانه يغادر. شباب يلا خلصت انا استاذ. خلاص تمام خلصت غادر استاذ. شكرا. مع السلامه يا عبد الله. استاذ غادر انا خلصت. الله معك. مع السلامه. ما في. يعطيك العافيه. الله يعطيك التوفيق. رايت شو صار معك؟ انا بس هلا خلصت احاول اشوف وين غلطت. يلا استاذ عاد اطلع. خلص اللي خلص شباب الان هذا بامكانه يغادر. اوكي خلص يا سلام مشتاق. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا حبيبي رايت. مع السلامه. طلع لنا أديب وسميح وأحمد عيان. أديب طلع الله معاه. ضل لنا سميح وأحمد عيان محمد نديم وعزم. يعطيك العافية سر. الله يعافيك حبيب. بالتوفيق. استاذ انا خلصت. خلاص الله معك يا سميح. بس التزم بالحصص لا تغيب. ماشي حاضرين استاذ. حاضرين. لا ازعل منك. زعل شو كثير بالك. الله يرضى عليك. لا خلاص استاذ يعني من هسه خلص راح اطلع. انا كان بس عندي كم مشكله استاذ. اشكرك. بتعامل معك كرجل. كل احترام يا سميح. شكرا لك استاذ. شكرا. بالتوفيق استاذ. بس بعد ما يطلع كل صف تحكيك شغله سريعا. مش مشكله برجع بتواصل معك انا. اوكي نعم. اليوم ببعث لك ايميل بالفيسبوك. خلاص انا بحكي معك مو مشكله. تمام سلام. استاذ انا وصلت لك علامتي؟ بوصل عندي. راح اسوي تشيك بس اخلص الحصه. عرفت كيف؟ انا ما بزبط اضل اتنقل على الشاشات. عرفت كيف؟ الحمد لله استاذ. اخر سؤال كنت متعقد منه بالضبط صح؟ انت رهيب يا عزام ما شاء الله عنك تبارك الرحمن. الله يحماك يا رب. يعني مخك كثير ممتاز واخلاقك وادائك الله يحفظك. الله يعطيك العافيه استاذ. سلام. الله يعافيك. بالتوفيق. سلامات. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. مس هبه عمر بتحبي